במהלך המשחק קראתי גיד ברגל. זה לא בדיוק משחקי היורו שאני אצפה בהם יחד עם רבים מאזרחי. אוסיב רئيس الوزراء الإسرائيلي נתניהו בתמזق في وتر العرقوب أثناء محاولته ركل كرة خلال مباراة بين فتية يهود وعرب جرت أمس بمدينة القدس. نتنياهو تزحلق حين حاول ركل الكرة، لكنه قرر الاستمرار باللعب حتى أنه سجل هدف جميل. وفي نهاية المباراة تم نقله للمستشفى، فقرر الأطباء وضع قدمه اليسرى بالجبس لعدة أيام. أما نتنياهو فقال بأنه سيعود للعمل قريبا جدا، لأن أولويات الحكومة كثيرة، وبأن هذه المرحلة بالنسبة له وبالنسبة لدولة إسرائيل مصيرية.